بعدما منح الرصيف العائم أملا لسكان غزة في وصول المزيد من المساعدات، تعرضت خطة توزيع المساعدات لعقبات أدت إلى إيقافها مؤقتا. العقبة الأبرز التي واجهتها العملية هي اعتراض السكان، فبعض الشاحنات تم إفراغها من طرف السكان التي اعترضتها حتى قبل وصولها، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى إيقاف العملية. طبعا هذه الأزمة دفعت الأمم المتحدة للتفكير في طرق جديدة لتوزيع المساعدات دون الكشف عنها لحد الآن. مبدئيا المساعدات التي تصل الرصيف العائم يتم نقلها برا وفق ما كان مخططا له إلى مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في دير البلح في غزة، والتي تبعد عن الرصيف العائم نحو 17 كيلومترا، ووصل إلى الرصيف لحد الآن أكثر من 569 طنا متريا من الإغاثة التي تبرعت بها دول مختلفة. لكن وبينما كان من المقرر تشغيل نحو 90 شاحنة من المساعدات يوميا، لم يتجاوز العدد 10 شاحنات في اليوم الواحد كأقصى حد، وذلك قبل إيقاف عملية التوزيع، والسبب اعتراض السكان.